رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي بمناسبة نجاح مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، وبوصوله إلى وجهته وتحقيقه للأهداف التي وجد من أجلها، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام المزيد من الاستكشافات الفضائية المقبلة. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: نشعر بالفخر والاعتزاز بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول من يصل الكوكب الأحمر هذا العام، كما نفخر بالإنجاز العلمي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في نجاح بهمات مسبار الأمل، والذي يمثل جانبا كبيرا من التطور الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات بما فيها الجوانب العملية والاستكشافية، بفضل الرعاية الفائقة من قبل قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي فتحت المجال واسعا من أجل وصول الإمارات إلى الفضاء واستكشاف كوكب المريخ وتحقيق نجاحات علمية واسعة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المراحل التي مر بها مسبار الأمل والقدرات الكبيرة التي منحت له من أجل تخطي كافة التحديات تؤكد تطور دولة الإمارات العربية المتحدة المذهل في رحلتها نحو غزو الفضاء، بالإضافة إلى القدرات الكبيرة والإصرار العالي والإرادة السياسية لإنجاح هذا المشروع الذي يحمل في طياته أهدافا نبيلة على البشرية من خلال معرفة خصائص كوكب المريخ، الأمر الذي سيساهم في إثراء معرفة العلماء بالحقائق العلمية بالكوكب الأحمر. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، وسيفتح آفاقا علمية جديدة نحو مهمات فضائية أخرى، كما أنه يمهد الطريق إلى تكامل الجهود العالمية من أجل استكشاف الكوكب.